دلوقتي بقى هنروح معاكم ونشوف أخبار النادي الأهلي، لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يختتم استعداده اليوم لمواجهة المقاولون العرب. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: عبد الحفيظ مبارك العربي. اليوم السابع: يوسف يرفض إجراء تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: ميران على فترتين لتجهيز المصابين في الأهلي. في الجول: تدريبات خاصة لمؤمن زكريا تحت إشراف عادل مصطفى. فيتو معلول يجري إشاعة جديدة للإطمئنان على إصابته في الضمة. البوابة سبورت: طبيب الأهلي فتحي وهاري يقتربان من العودة للتدريبات الجماعية. المصري اليوم: الكدمة العظمية تؤجل عودة محمد نجيب للتدريبات الجماعية في الأهلي. فيتو: فتحي مبروك يتحدث عن منتخب المستقبل واستراتيجية قطاع الناشئين في الأهلي.